حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق قال دخل معاوية على خاله أبي هاشم بن عتبة يعوده قال فبكى قال فقال له معاوية ما يبكيك يا خالو أوجعا يشئزك أم حرصا على الدنيا قال فقال فكلا لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فقال يا أبا هاشم إنها علها تدرك أموالا لا يؤتاها أقوام وإنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله تبارك وتعالى وإني أراني قد جمعت حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن أبي وائل قال دخل معاوية على أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يبكي فذكر معناه